السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في وصفة جديدة صحية جدا، وهي شوربة فواكه البحر ولا حساء فواكه البحر بطريقة بسيطة جدا. تفضلوا إن شاء الله نشوفوا المقادير. المقادير إن شاء الله غادي نحتاجو بصلة حجم متوسط، حبة ديال الجزر، قطع صغيرة من الكرفس، جذور الكرفس، يعني ها هو اللي ما كيعرفوش هو هذا جذر الكرفس. ولا ما كانش ممكن، اذا انا ما كانش عندنا الكرافس، هذا الجدر ديال الكرافس ممكن انا نعملو عرش ديال الكرافس. وعندنا ثوم، ثلاث حبات، ثلاث فصوص من الثوم. ها هي هاد المقادير، هذه غادي نزيدو عليها زيت زيتون، نعملوها في واحد الطنجره، نزيدو عليها زيت زيتون ونعملوها فوق النار ونشحروا هاد المقادير. هذه كنزيدوا واحد جوج ورقات ديال الرند ولا ورقه سيدنا موسى، كل واحد وشنو كيسميها في المغرب، وفي الدول الاخرى كاين اللي كيسميها ورق الغار. كنسمو لنا هاد الخضر هادي وكيعطيو للشوربه مذاق لذيذ. كناخذوا الاخطبوط وكنسلقوه وكننقيوه وكناخذوا منه بعض القطع وكنزيدوها على الخضر ديالنا فوق النار فقط مع زيت الزيتون، وكنشحروهم عاوتاني. كنستمروا في التحريك على نار هادئه باش هذيك الخضر كتاخذ واحد المذاق بحري. وطبعا كنحتاجوا للطماطم، وهذه الطماطم الصغيره ولا الطماطم الكرزيه حتى هي كنضيفوها بالقشور ديالها، وكنبقاو نشحروها فوق النار. بعد ذلك كنزيدوا صلصه الطماطم، ممكن انكم تستعملوا مركز الطماطم وممكن تستعملوا صلصه طماطم محضره في البيت. بعد ذلك كنزيدوا الماء الكافي باش هذه الخضر هذه طيب على خاطرها، وكنخليوها طيب مزيان. منين كطيب الخضر كتقرب طيب، كنزيدو الكالامار ولا السيبيا، الكاليماري، كل واحد شنو كيسمي على حسب الدول. وكنخليوها هي طيب على خاطرو مع هاد الخضر هادي، وكتكون فيها واحد مذاق رائع. بالنسبه للتوابل كيكون فيها الملح، الابزار، والزنجبيل ولا السكينجبير فقط، وشويه الخرقوم. منين كطيب الخضر كنزولو فواكه البحر وكنطحنوا الخضر. كناخذ واحد المقلات كنديروا فيها معلقه كبيره ديال الزبده ومعلقه كبيره ديال الدقيق الابيض ولا الطحين ديال الفرس، وكندوبوهم على النار وكنبقاو نزيدو نحركوهم، وكنزيدو شويه بشويه داك المرق ديال الشوربه باش كيعقد. كنبقاو نزيدو واحد شويه ما تصورش عندي في الفيديو. بعد ذلك كناخذوا فواكه البحر كنقطعوها اللي هي الاخطبوط والكالامار، وكنضيفوها وكتعطينا واحد الشوربه اللي هي عاقده. دابا قرب رمضان ودابا هاد الايامات الناس كتصوم، غنبداو ان شاء الله نعملوا افكار اللي هي صحيه واللي ان شاء الله تفيدكم. وبالصحه والراحه والسلام.